السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال نجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحدث قائد الخضر رياض محرز عن مشاركتهم في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقررة بكوديفوار، وقال محرز في هذا الخصوص: كأس إفريقيا لها طابع خاص، لا يوجد مرشح مفضل ربما باستثناء منتخب ساحل العاج كونه البلد المضيف. كما أضاف رياض محرز: إفريقيا حقا قارة خاصة ولها ظروف خاصة، المنتخب الأكثر استعدادا ومع القليل من الحظ سينجح في الوصول إلى النهاية. وأضاف: هناك الكثير من المنتخبات القوية بالنسبة لنا، صحيح أننا نملك تجربة بتتويجنا في 2019، ولكن في 2022 خرجنا من الدور الأول. وتبع محرز: نحن نعرف هذه البطولة وصعوباتها، الأمر متروك لنا لفرض أنفسنا منذ البداية خلال الكان القادم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.